أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: دار حوار بين شخصين، قال أحدهما للآخر: إن كل ما في هذه الدنيا قائم على المصالح، حتى عبادة الله فيها مصلحة وهي دخول الجنة، ولو لم يكن هناك مصلحة لترك الناس العبادة، فهل هذا الكلام صحيح؟ لا 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 أصل له الكلام. ولا أنا قلت لكم كم مرة: لا تحدثوا أقوال الناس وبقتم إليها، حسبكم أن تتبعوا قول سلف الأمة وأقوال سلف الأمة. فالعبادة تكون لمحبة الله جل وعلا وخشيته وخوفه، ويكون أيضا الغرض منها الطمع في الجنة، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا يعني يطمعون في الجنة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فطلب الجنة لا شك أنه مطلوب من المؤمن، أنه يطلب الجنة ويسأل الله الجنة ويعبد الله أيضا لحق الله عليه ومحبته له وخوفه منه ورجائه منه مع طمعه في الجنة. أما أن يقال إنه ما يعبد الله إلا من أجل الجنة فقط، هذا لا كلام جاهل ما يدري. نعم.